السلام عليكم خاوتي الزلف الاول، مرحبا بكم مع سيد احمد بن عطيه. اذا في خبر حصري وصلني قبل لحظات، قامت مصالح الامن الحضري 11 الأونزيان في ولايه وهران يوم السبت الماضي على القاء القبض على ابن مغنيه الملاهي ورده شارلومانتي او ورده سماتي شهيره بورده شارلومانتي. قامت مصالح الامن باعتقال ابنها المدعو محلي وائل وصديقه الانتيم تاعو المدعو سيد محمد، وتم اطلاق سراحهما بعد ساعات من التحقيق معهما. قاموا هذ الاشخاص ولد ورده شارلومانتي قام بدهس احد الشباب بدراجه ناريه من نوع تي ماكس جري من تقييم 2023 يوم السبت الماضي ليله الجمعه الى السبت على الساعه 3 صباحا في الطريقه الجديده اللي حلوها ما بين ميناء وهران ومنطقه كاناستيل وبالقرب من منتزه الشاطئ الاصطناعي. فكان ولد شارلومانتي متعاطي، وعارفين متعاطي بوغبرون ومتعاطي كل الممنوعات، ما كانش في وعيه، فقام بدهس احد الشباب حسب مصادر الامنيه اللي يدعى عماد، وهو في حاله خطيره، يعني تم اصابته باصابه بليغه للراس وفي الظهر وايضا في رجله مكسره، يعني ما خلاش فيه ما بقى فيه. ورغم ذلك تمكنت مغنية الملاهي الليلية من، عارفين، عدالة العار مع عدالة الرشوة باش كاموفلات القضية والفضيحة هذه اللي تورط فيها ولدها، باش ما يديروا لها فقط تيست على الكوليمي تاع الشراب، لكن تيست تاع المخدرات وتاع الكوكايين ما داروهلاش، لانه عارفين شارلومانتي عندها شكارة ومتورطة ايضا في قضية الحرقة مع ولد الجنرال العروسي، وما داروا لها والو لانهم ما كاش عدالة وما كاش حكومة مستقلة في الجزائر الجديدة. فالشاب هذا يوجد في حالة خطيرة جدا حسب المصادر، ما زاله في المستشفى، و سأوافيكم بتفاصيل أخرى مع سيد أحمد بن عطية عندما تصلني معلومات أخرى بخصوص الحادث الذي تسبب فيه ولد شارلومانتي وائل. الاسم الحقيقي هو محلي وائل، المولود في شهر أفريل من سنة 2006. حياكم الله وإلى اللقاء.